أهلا بكم. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن مصادرة الأراضي في اللطيفية جنوبي بغداد ضمن حزام والواقع ضمن حزام بغداد الذي يعاني من ممارسات تعسفية طائفية مستمرة منذ احتلال العراق في العام 2003 جريمة تطهير عرقي تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، كما أنها امتداد لجرائم سابقة مثل اغتصاب أراضي جرف الصخر التي تستولي عليها الميليشيات الطائفية منذ العام 2014 بعد تهجير جميع سكانها، وهي ممارسات حكومية متكررة ببعد طائفي بغطاء حكومي لتبرير جريمة تهجير المدنيين واغتصاب ممتلكاتهم. وكان مركز آفاد الحقوق قد كشف عن مصادرة 15 ألف دونم من أراضي اللطيفية ذات الغالبية السنية لصالح وزارة الدفاع الحكومية في خطوة خطيرة رأى فيها الكثير أنها تنطوي على عملية تهجير قسرية جديدة وتمثل واحدة من الانتهاكات القانونية والإنسانية التي تمارس تحت غطاء الدولة وباسم القانون. مصادرة أراضي منطقة اللطيفية والتهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية في مناطق حزام بغداد هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما سبب إصرار السلطة وميليشياتها الطائفية على استهداف مناطق حزام بغداد عبر الحملات الأمنية المستمرة والتهجير القسري ومحاولة تغيير الهوية السكانية لها؟ وهل البعد الأمني هو الدافع الوحيد لهذا التحرك الميليشياوي ضد سكان حزام بغداد والمستمر منذ عام 2003؟ وهل سيجري تطبيق نموذج جرف الصخر منزوعة السكان في مناطق حزام بغداد في المرحلة القادمة؟ وهل فعلا مصادرة أراضي اللطيفية تندرج ضمن مشروع الميليشيات الطائفية في تغيير التركيبة السكانية في مناطق حزام بغداد؟ ولماذا تعد مصادرة أراضي اللطيفية ومناطق حزام بغداد جريمة تطهير عرقي تدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانية كما تقول هيئة علماء المسلمين؟ وهل ما يجري في حزام بغداد من حملات أمنية ومصادرة للأراضي هي ممارسات طائفية بغطاء حكومي لتبرير جريمة تهجير السكان المدنيين والاستيلاء على ممتلكاتهم؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي، أياد دليمي وثامر العلواني. المتفائل بحل مشكلة جرف الصخر عليه أن يرى ما يحصل في ناحية اللطيفية جنوب بغداد ليعرف مصير المناطق التي تستولي عليها الميليشيات، فكل مدينة أو بلدة يهجر أهلها تصبح في حكم المنسية طالما بقي النظام السياسي الحالي. ناحية اللطيفية جنوب بغداد تتعرض لعملية تغيير ديموغرافي ممنهج، حيث استولت القوات الأمنية على 15 ألف دونم من الأراضي الزراعية الخصبة وشرعت في بناء وحدات عسكرية عليها، وتم ذلك بعد حملات أمنية على الناحية بهدف ترويع السكان وبث الرعب فيهم ليتم تهجيرهم نهاية الأمر. السيناريو الحالي يجعل اللطيفية منطقة جديدة تضاف إلى مناطق حزام بغداد التي وضعت في مخطط التغيير الديموغرافي المستمر منذ عدة سنوات، وأخذ هذا المشروع يظهر جلياً بعد عام 2014 حيث استغلت الميليشيات الوضع الأمني المنهار لتمارس عمليات الخطف والقتل والتهجير ضد سكان حزام بغداد، حتى باتت المناطق الممتدة من التاج حتى اللطيفية تحوي معسكرات ومخازن أسلحة للميليشيات. ولا يبدو أن عمليات التغيير الديموغرافي تتم بطريقة عشوائية، فبحسب المناطق المستهدفة والفترات الزمنية يتبين أن هذا المشروع مدروس بعناية وبتخطيط إيراني على أعلى المستويات، إذ أن أحزمة المدن تعد بعدا استراتيجيا مهما لها، وكذلك بغداد تكسب أهميتها من حزامها، فعملت إيران على تفكيك هذا الحزام عن طريق جعله مناطق عسكرية تابعة للميليشيات، ومن ثم إجبار الأهالي على مغادرة مناطقهم، وبعد ذلك العبث بالتركيبة السكانية للعاصمة. التغيير الديموغرافي أخطر مشروع يتعرض له العراق، والسماح له بالاستمرارية يعني تعميق الأزمات الاجتماعية وإطالة أمد المعاناة عند الأجيال القادمة.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في قرار الحكومة بمصادرة الأراضي الزراعية في منطقة اللطيفية جنوبي بغداد، ومحاولة تغيير التركيبة السكانية لمناطق حزام بغداد، وهو مشروع مستمر منذ العام 2003 وحتى اليوم. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا عبر سكايب من الدوحة الكاتب الصحفي العراقي الأستاذ إياد الدليمي، ومن عمان عبر سكايب الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. أهلا وسهلا. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، حزام بغداد منطقة مستهدفة عرضة للاستهداف منذ عام 2003 وحتى اليوم، الاستهداف يعني بأشكال مختلفة، حملات أمنية، اعتقالات، ترحيل للسكان، تهجير، استيلاء على مناطقهم، واتهامات بمحاولة خلخلة التركيبة السكانية وتغيير هوية السكان هناك. لماذا هذا الإصرار على استهداف حزام بغداد من قبل الميليشيات، من قبل السلطة كل هذه الفترة؟ هناك إصرار على استهداف هذه المناطق أو الحزام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد بداية، أحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة أنه من عام 2003 مثل ما حضرتك أشرت وأشار التقرير اللي قدمته في البرنامج في بداية البرنامج، من عام 2003 لغاية هذا اليوم هناك حرب غير معلنة ضد هذه المناطق اللي تسمى حزام بغداد، تقوم بها الميليشيات، الحكومات المتعاقبة، قوات الأمنية والعسكرية ضد سكان هذه المناطق بعينها. يعني بالبداية كانوا يدعون، كان الجيش الأمريكي، جيش الاحتلال الأمريكي يعادي هذه المناطق ويهاجمها لأنه كان يعتبرها حاضنة للمقاومة العراقية التي واجهت الاحتلال. بعد ذلك هذه الميليشيات وهذه القوى الحكومية من قوى أمنية وعسكرية، جيش وشرطة، بدأوا بالحرب غير المعلنة على هذه المناطق. هذه المناطق حقيقة عندما نريد أن نوصفها هي السلة الغذائية لبغداد، هي منطقة فيها يعني فيها أراضي خصبة زراعية، فيها بساتين وأراضي واسعة للزراعة، أهلها مستغليها بشكل قوي جدا، وكانوا يرفدون بغداد بكل هذه المنتجات الزراعية، إضافة إلى يعني حقول الدواجن وحقول تربية العجول والأسماك. كل هذه المنطقة منطقة اقتصادية غنية جدا. فالهدف من الاستيلاء عليها أولا تغيير ديموغرافي واضح جدا، كانوا يتهموه أنه إرهابيين وحاضنة للإرهاب. بعد عام 2014 مثل ما أشار التقرير اللي قدمتوه بدأوا يتحدثون أنها حرب ضد داعش، وهؤلاء المناطق متهميهم بداية أنه كلهم يدعمون داعش أو حاضنة لداعش، هكذا اتهامات جزافة، فلذلك يهاجموهم باستمرار، وأطلقت يد الميليشيات بهذه الطريقة أولا لاستيلال اقتصادي عليها ضمن خطة مثل ما أشرتم أيضا في تقريركم، خطة محكمة، خطة تصدر من مراجع عليا. الحقيقة هذا الموضوع يعني يستهدفون من وراء أو ما يميز هذه الحرب الغير المعلنة هو القتل، التهجير، تجريف الأراضي، الاستيلاء عليها، استيلاء على البساتين، حرقها. هذا ما جرى طوال هذه 18 سنة الحقيقة، وكان أهلها يدفعون إلى مناطق بعيدة، إلى المجهول دفعوا، ومئات الآلاف بل ملايين من سكان هذه المناطق اللي هي ربما نتحدث عن التاجي، نتحدث عن الطارمية، أبو غريب، اللطيفية، المحمودية، المدائن، اليوسفية، وهذه المناطق وغيرها كلها تعرضت هذه المناطق من حزام بغداد إلى هذا الضغط الشديد من هذه الميليشيات. الهدف من عندها، هم بدأوا من المركز، بدأوا من المركز وبدأوا من الأطراف أيضا، مركز بغداد أقصد، لتغيير الطبيعة السكانية لأهل بغداد، وبالتالي إحاطة بغداد مثل ما كانوا يتحدثون بخندق يحمي بغداد، ويحميها من من؟ يحميها من ناسها ومن أهلها. فلذلك هذا الفكر التآمري، الفكر الأمني الخرب هو المتحكم ووراءه. أشكرك دكتور على ذكر يعني على ذكر القضية الأمنية، وهذه أيضا نقطة مهمة يعني تتمسك بها السلطة ونحيلها إلى ضيفنا دكتور إياد الدليمي، العفو أستاذ إياد الدليمي. أستاذ إياد،
يعني السلطة تقول أنه الدافع لهذه الحملة، لهذه الإجراءات التي تتخذ في حزام بغداد، الحقيقة هو لتأمين العاصمة. الآن دكتور رافع أشار إلى أنه هذه المناطق منذ البداية كانت حاضنة للمقاومة العراقية، المقاومة السلطة تنظر إلى هذه المقاومة أنها عدو يتربص بها إرهاب، هذه المقاومة كانت معادية للنظام الجديد، لذلك السلطة الآن تتحرك أمنياً في هذه المناطق. البعد الأمني فقط هو من يحركها، هذه اتهامات لا أساس لها، تغيير التركيبة السكانية، التهجير، خلخلة النسيج الاجتماعي في هذه المناطق، إحلال أو إبدال وما إلى ذلك، هذه اتهامات لا محل لها، يعني كما تقول السلطة هذا الدافع أمني فقط. بداية أستاذ ماجد تحية لك ولضيفيك الكريمين، أهلا وسهلا. يعني أعتقد أننا يعني يجب أن نعود إلى وراء خطوة. ما جرى في العراق سواء في بغداد أو في حزامها منذ عام 2003 وحتى اليوم هو ربما يعني أكثر واقعية من أي إجابة أخرى يمكن أن تقدم على سؤالك. نحن شهدنا في بغداد منذ عام 2003 عمليات تغيير ديموغرافي قسرية، شهدنا عمليات تهجير كبرى كانت تتخذ أو تتخذ عدة عناوين، سواء منها أمني أو سواء منها طائفي أو سواء منها عناوين أخرى، ولكنها بالمحصلة كانت عمليات تغيير ديموغرافي. ما جرى في حزام بغداد هو عملية مكملة لهذه العملية التي بدأت كما تفضل قبل قليل الدكتور رافع من المركز، من مركز العاصمة بغداد. حزام بغداد بخلاف عن كونه أنه منطقة مهمة واستراتيجية ومنطقة زراعية تمثل يعني سلة غذاء العاصمة بغداد، إلا أنه أيضا يعني يمثل امتداد طبيعي لمكونات العاصمة بغداد بغض النظر عن أي تسمية أخرى. نعم. الجميع يعرف أن حزام بغداد هذا حزام يعني الأبناء توارثوا من الآباء والأجداد قطع أراضي زراعية كبيرة ومستصلحة بشكل كبير وشكل جيد. وجود هذا الحزام الذي هو من لون طائفي واحد يشكل عبئا على أي سلطة تأتي إلى بغداد أو جاءت إلى بغداد منذ عام 2003 حتى اليوم. أي عملية توسع في داخل العاصمة كانت يعني تواجه بمشكلة كبيرة جدا، ألا وهي مشكلة أن هذا الحزام الزراعي الخصب موجود. الحديث عن وجود ثغرات أمنية ربما بسبب هذا الحزام الزراعي الكثيف هو يؤشر إلى فشل هذه الجهات الحكومية التي جاءت منذ عام 2003 حتى اليوم. لا يعقل أنك عندما تفشل في يعني في عملية أو في عملية تأمين منطقة معينة تحرق الغابة من أجل أن تقتل القرد مثلا، ما يجري هو بهذا الشكل تحديدا. الحديث عن وجود ثغرات أمنية من هذه المناطق هو السبب يعني والدافع لعمليات التغيير التي تجري أو عمليات التهجير، بالتأكيد هو سبب باطل. بالنسبة لملف موضوع أراضي اللطيفية، أعتقد أن هذا الملف يعني يكشف لنا بشكل جلي أن هناك نوايا يعني ربما لم تعد خافية على أحد. ما جرى في اللطيفية إلى الآن طبعا المشروع متوقف بعد أن تعهد وزير الدفاع بعملية تحويل موضوع الإسكان العسكري إلى مقاطعة أخرى غير أراضي اللطيفية. إلى الآن طبعا المسألة فيها مداولات وفيها كلام كثير، لكن هناك اليوم خطر كبير جدا، ربما حتى يعني أكبر بكثير من خطر التحالف الطائفي الذي يعني مسك بالعراق منذ عام 2003 حتى اليوم. هناك تحالف اسمه تحالف السلطة السلاح والمال. هذا التحالف لا يميز ولا يفرق بين طائفة وأخرى وبين عرقية وأخرى في العراق. هذا التحالف خطير جدا. ما جرى في اللطيفية ينذر بأننا سنكون ربما على يعني عتبة مرحلة جديدة وربما أخطر حتى من مرحلة الهيجان الطائفي. أستاذ إياد خليني اسمح لي يعني خليني أقاطعك في نقطة اللطيفية، وإحنا الحقيقة اليوم نبحث في الوضع في حزام بغداد عبر مدخل اللطيفية وما جرى في اللطيفية أو سيجري أو ما أعلن عن مصادرة 150 ألف دونم زراعي في اللطيفية لصالح الأشغال أو الإسكان العسكري للدفاع. يعني ما الضير أو العيب أن الدولة تعمد إلى مصادرة أراضي أو أخذ أراضي
اللي قامت عليها منشآت أو مرافق يعني حيوية للدولة، قد أيضا يستفيد منها قطاع عريض من الناس. لماذا كل هذه الضجة؟ ما جرى أن وزارة الدفاع تريد أن تقيم مجمعات سكنية في منطقة، في هذه المنطقة في اللطيفية؟ يعني لماذا هذه الضجة عليها؟ لا بالعكس، يعني هذا أمر محمود، ولكن يعني العراق كما نعلم أن هناك الكثير من الأراضي الفارغة وغير المستصلحة بشكل كبير وكبير جدا. نعم. لماذا هذه المنطقة المستصلحة والزراعية المهمة جدا؟ بالمناسبة يعني بما أننا يعني اخترنا موضوع اللطيفية كمدخل، نعم، لابد أن ننوه أن الخيار أولا كان على معسكر طارق، ولكن لأسباب مصلحية وربما سياسية لانتفاع أحد الشخصيات السياسية من هذا المعسكر تم تحويل الملف أو الإسكان إلى هذه القطعة من أراضي اللطيفية. بالتالي هذا الذي كنت قد أشرت إليه قبل قليل، تحالف المال والسلاح. هناك اليوم يعني حيتان فساد كبيرة جدا، هذه الحيتان لم تعد تعبأ بعملية التغيير الديموغرافي التي تجريها على حساب مئات الآلاف من سكان العاصمة بغداد وحزامها. وهذا التحالف أنا كما أشرت قبل قليل هو تحالف خطير وخطير جدا. نعم. هذا التحالف تتورط فيه شخصيات محسوبة على يعني السنة، وشخصيات محسوبة حتى على ربما يعني قوميات أخرى. هذا التحالف يعني يحول الكثير من الأراضي المستصلحة إلى أراضي للنفع العام، علما أنا كما أشرت قبل قليل هناك الكثير من الأراضي، يعني عندما تم يعني تم مخاطبة وزير الدفاع بهذا الموضوع، وعندما أنكر علمه بوجود مثل هذا المخطط و يعني أحال الموضوع الإسكان العسكري التابع لوزارة الدفاع إلى مقاطعة أخرى، هذه المقاطعة فارغة بالكامل. طيب لماذا لم يعني يتم اختيار هذه القطعة الفارغة بالكامل للإسكان الحكومي؟ نعم. منذ البداية أنا بتقديري بالتأكيد هناك أيادي خفية، هناك مصالح، وهناك أيضا يعني دوافع بالتأكيد لا على ذكر من... اسمح لي أستاذ أياد، على ذكر الأيادي الخفية أو الأجندات الأخرى، أيضا دعنا نسأل ضيفنا من عمان دكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر مرحبا بك، حياكم الله أخي الكريم. دكتور، في بيان هيئة علماء المسلمين عن مصادرة أراضي اللطيفية 150 ألف دونم، الحقيقة الهيئة في بيانها قالت أن هذه الممارسات، طبعا تتكلم في حزام بغداد ومنها طبعا اللطيفية، أن هذه الممارسات التي تجري في هذه المناطق تقوم بها الميليشيات بغطاء حكومي وباسم القانون، على ما استندتم في هذا الاتهام الخطير؟ بلا أدنى شك أخي الكريم أن محاولات تهجير أهالي اللطيفية من أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم واضحة أنها بداية من أجل تغيير التركيبة السكانية في مناطق حزام بغداد. وهيئة علماء المسلمين أصدرت بيان صرحت بهذا الأمر، بل أشارت إلى أن هذه الإجراءات الظالمة الجائرة هي تمهيد لإجراءات وممارسات تعسفية إجرامية سيتضرر منها كثيرا أهالي اللطيفية مستقبلا، لأننا نتكلم عن مصادرة 15 ألف دونم وتهجير أكثر من 2000 عائلة، شباب ونساء ورجال. هؤلاء فجأة بقرار ورغبة ميليشياوية يحكم عليهم بالتهجير وترك منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. طبعا لا نريد أن نناقش أين مصير هؤلاء، أين سيكون، لأن هذه معاناة أخرى مثل معاناة أهل جف الصخر الذين ما زالوا مهجرين منذ 6 سنوات تقريبا، ولم تتحرك لا الحكومة ولا الأحزاب حتى لمناقشة الموضوع. بالإطامة الكبرى أن المعلومات التي يتداولها الناس أن القرار مناطق جرف الصخر هو قرار إيراني، إيران هي من وحدها التي تتخذ القرار برجوع أهلها أم لا. حقيقة ما جرى في اللطيفية ومصادرة الممتلكات هي فعلا ممارسات طائفية ميليشياوية، خصوصا إذا علمنا أن مناطق هذه المناطق التي قرر مصادرتها ولم يأتي إلى الآن أي قرار آخر يلغي هذه المصادرة، وهي ليست إجراءات طبعا طبيعية وإنما إجراءات في حقيقتها هي إجراءات تعسفية. الحكومة متواطئة والميليشيات وراءها، لأن هذه المناطق هي محاذية صخر، فهذا يعني أنهم يريدون أن تكون هذه المناطق التي هي بالأصل من جرف الصخار واللطيفية امتداد واحد، كلها تحكمها الميليشيات الطائفية.
حقيقة هذه الأراضي لو كانت فعلا الإجراءات طبيعية لما صودرت هذه فجأة وبلغ أهالي اللطيفية بأن يغادروا ممتلكاتهم وأراضيهم. هذه الإجراءات تمت بعيدا حتى عن علم وزير الدفاع الحالي، لأنه صرح بأنه ليس لديه علم بالموضوع وأن القرار قد اتخذ مسبقا وهو لا يعلم، وهو يحاول كما يزعم أنه يريد أن يوقف هذا الأمر. هناك وقناعة دكتور، هناك من يقول أنه بعد هذه الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع وزير الدفاع بإعلان هذا حاول أن يتنصل من المسؤولية ويهرب بالدعاية عدم علمه. حقيقة أنا قناعتي لن يتغير شيء بالموضوع، وإلى الآن الأمر مر عليه أيام وأسابيع ولم يتخذ أي إجراء حقيقي. إذن الأمر سيسير، ولكن هناك يعني تباطؤ في اتخاذ القرارات وتهجير أهالي اللطيفية ومصادرة أرضهم. هذه ستكون أول مصادرة الأراضي ثم ستباع. وزير الدفاع وعد الحقيقة أوقف المشروع ووعد بإعادة النظر في هذه القضية. هذا كلام، على أرض الواقع لا يوجد أي قرار، لا يوجد أي قرار بهذا الأمر. القرار كما يقولون أنه صدر من مجلس الوزراء في الحقيقة، والأمر أنه احتاج إلى وزارة الزراعة ثم وزارة الدفاع، ثم هذه كل الإجراءات اتخذت وإلى الآن لم يصل إلى أهل المنطقة بأنه تم سحب هذا القرار. يمكن أن نقول أنه توقف، ولكن إلى متى سيبقى متوقفا؟ خصوصا إذا علمنا أن الميليشيات هي التي تريد هذا المشروع، وهي التي تريد مصادرة هذه الأراضي، مثل ما تفضل الأستاذ أياد والدكتور رافع، لأن هذه الأراضي خصبة، هذه الأراضي ليس للإتيان بجماعات من مكون معين وإعطائهم هذه الأراضي، لا، هذه الأراضي مثل ما تفضل الأستاذ أياد هي ستذهب إلى من هم يوالون النظام الإيراني إلى حيتان الفساد التي تتحكم بالسلطة الحالية. نعم دكتور رافع الفلاحي، يعني هناك من يقول أنتم الناقمون على النظام، على السلطة في العراق، يعني السلطة احتارت معكم. إذا جاءت لتنجز شيء، لتقدم شيء للمجتمع، ارتفعت الأصوات متهمة إياها بالتغيير الديموغرافي، بالتهجير، بالاستيلاء، بالفساد وما إلى ذلك. لم تفعل شيء، قلتم أن هذه السلطة فاشلة، فاسدة، عاجزة، لم تقدم شيء منذ 18 عاما. يعني كيف سترضيكم هذه السلطة؟ حتى كيف ستتجنب هذه الأصوات العالية ضدها، المعترضة، الناقمة، الكارهة لها؟ بداية أستاذ ماجد، يعني هذه السلطة سترضي كل العراقيين وليس ترضينا نحن، نحن جزء من هذا البلد وجزء من هذا الشعب. ترضي كل العراقيين عندما تغادر الكراسي وتترك البلد لأهله يحكمون. هذه بداية. تسوي لكم مجمعات سكنية دكتور، تسوي مجمعات سكنية، ما العيب في ذلك؟ نعم يعني إذا كنا نتحدث عن اللطيفية الحقيقة وقالوا أن هذه الأرض تابعة لوزارة الدفاع، فهذا يعيدنا مرة أخرى مثلا جامعة البكر للدراسات العسكرية، كانت في وسط بغداد في شارع فلسطين، وهي تابعة لوزارة الدفاع أيضا، وتم الاستيلاء عليها من قبل أحزاب وحزب الدعوة مباشرة، وبيعت بثمن بخس ولا أحد يتحدث عنها، وكثير من الأراضي بيعت بهذا الشكل. الحقيقة ما أريد أن أقوله في هذا الموضوع وهو لب هذه القضية، هناك أبعاد أمنية واقتصادية وسياسية وعسكرية في كل هذا، في كل هذا الذي يجري حول حزام بغداد. هم لديهم نموذج جرف الصخر، يريدون أن يسقطوه على كل المناطق في حزام بغداد. جرف الصخر، دكتور سنتحدث عن هذه النقطة دكتور لو سمحت لي، قضية جرف الصخر هذا النموذج وتعميمه أو استنساخه في حزام بغداد نتحدث عنه، لكن فقط جواب على هذه النقطة اللي أثرتها ويا جنابك. نعم الحقيقة أنا تحدثت عن يعني عوامل اقتصادية وعوامل سياسية وعوامل أمنية وعسكرية في هذا الموضوع. في الجانب الاقتصادي، الوضع الاقتصادي في العراق وضع سيء، وكل هذه الميليشيات يدفعها إضافة إلى التغيير الديموغرافي وخطط طائفية وهذه، لكن يدفعها أيضا
الاستيلاء على منطقة فيها موارد كثيرة، فيها زراعة، فيها بحيرات أسماك، فيها منشآت حيوانية، فيها يعني صناعات كثيرة حيوانية وزراعية. الاستيلاء عليها سيؤدي إلى وارد كبير جدا وطرد أهل، هذه واحدة. الثانية هي التغيير الديموغرافي، هذا الذي حدث ويحدث منذ عام 2003 لحد الآن. والسيطرة العسكرية من البداية هم لديهم فكرة أن هناك عدو، جزء من السكان، مكون كبير من مكونات العراق عدو لديهم. هذه هي الفكرة، الفكرة الطائفية تسكن هنا، هذا عدو يجب أن نزيحه من كل مكان، من المركز، من الأطراف، من كل مكان. لم يكفيهم تهجير أكثر من 10 ملايين عراقي خارج العراق، لم يكفيهم تهجير ونزوح 6 ملايين عراقي، أكثر من 6 ملايين عراقي من مدنهم وتخريبها، لا. هذه المناطق يجب أن تصفى بهذا الشكل. ونذكر عندما حدثت المعارك في الفلوجة، ويعني الناس الذين خرجوا من القرمة وغيرها وجاءوا على جسر بزيبز، منعهم في وقت العبادي من الدخول إلى بغداد، وكأنه بغداد مدينة أجنبية ليست عراقية، وظلوا على أسوار بغداد لأيام وتفرقوا في الصحاري، وذهبوا إلى أماكن أخرى لم يسمح لهم، لأنه النظرة لهم على أنهم عدو، النظرة لهم على أنهم إرهابيون، وهكذا يتصرفون معهم. هذا الموضوع يعني ليس جديدا، ليس جديدا في الفكر الطائفي، الفكر المخرب الذي يحكم السلطة في العراق. دعني أقول لك أنه يعني في الربع الأخير من عام 2019 صدر كتاب في فرنسا. باختصار دكتور، عندنا فاصل. نعم. إيه؟ نترك هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى انتباه، لأنه هذا الموضوع يتعلق بهذا. نتركه إلى ما بعد الفاصل نتحدث فيه. متفق ونشكرك. إذن مشاهدينا الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار عن الوضع في حزام بغداد وما يجري في اللطيفية من مصادرة للأراضي الزراعية. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في الوضع في مناطق حزام بغداد وما يجري في اللطيفية من مصادرة للأراضي وتهجير للسكان. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي وإياد دليمي والدكتور ثامر العلواني. أستاذ إياد دليمي، يعني الحقيقة هناك من يقول أنه اتهام السلطة الحكومة بهذه الاتهامات الكبيرة، تطهير عرقي، جرائم ضد الإنسانية، تهجير، ترحيل للسكان المدنيين، الحقيقة اتهامات مبالغ فيها. السلطة الآن ليس من مصلحتها البحث عن نقاط أخرى لتفجرها، لتؤلب جزء من الرأي العام ضدها. هي تعيش الآن أزمات عميقة، هناك تظاهرات، هناك أزمة اقتصادية ومالية، هناك الجنوب الذي كانت تتكئ عليه أو تصور على أنه قاعدة لها مشتعل ضدها. السلطة، هذا إجراء عادي، إجراء إداري، ما يجري في حزام بغداد أو اللطيفية. القضية ليست هكذا، ليس من مصلحتها تفجير نقطة أخرى في العراق. صحيح، السلطة ليس من مصلحتها تفجير أي نقطة أخرى في العراق، هذا الكلام دقيق جدا. لكن هل تملك السلطة زمام أمرها؟ أنا تقديري أن السلطة في العراق هي عبارة عن ديكور شكلي. من يحكم العراق بالتأكيد الجميع بات يعرف ذلك هي ميليشيات السلاح، الميليشيات الولائية المتحكمة بكل مفاصل الدولة العراقية. بالتالي إذا يعني أردنا أن يعني نفصل بين السلطة كواجهة للحكم في العراق وبين هذه الميليشيات، من يحكم العراق ليست السلطة بالتأكيد، ليست هذه الحكومة برئاسة مصطفى الكاظم بالتأكيد، هذا يعني بات واضحا.
الميليشيات هي من يحكم العراق، الميليشيات هي من يقرر، الميليشيات هي من يتحكم، لا تقوى هذه السلطة على الوقوف بوجه هذه الميليشيات. بالتالي مشروع مثل هذه المشاريع سواء في اللطيفية أو في غيرها من حزام بغداد بالتأكيد هو يعني بالدرجة الأولى هو مشروع ميليشياوي قبل أن يكون يعني مشروع الحكومة، بغض النظر إن كانت هذه الحكومة متوافقة أو غير متوافقة مع هذه المشاريع. لكننا كنا نسمع على يعني مدى السنوات الماضية الكثير من الأصوات التي كانت تدعو بصريح العبارة إلى عملية تهجير أهالي مناطق حزام بغداد بعد كل عملية عسكرية تستهدف القوات الأمنية هناك أو غيرها من القوات الموجودة على الأرض. هذه الأصوات كانت تتعالى وتخفت من وقت إلى آخر. هذه الأصوات بالتأكيد هي أصوات مدفوعة بمشروع طائفي، مشروع للتغيير الديمغرافي. السلطة في بغداد لا يعني تملك من زمام أمرها شيء. الميليشيات الولائية، الميليشيات المتحكمة في الشارع العراقي هي من يتحكم بالسلطة، هي من يقرر. والدليل أننا يعني منذ عملية تهجير أهالي جرف الصخر والاستيلاء عليها من قبل ميليشيات ولائية، وحتى يقال أن هناك حرس ثوري إيراني في هذه المنطقة، لا نعرف مدى دقة هذا الكلام، فشلت كل الحكومات التي جاءت من أجل الدخول، فقط الدخول، ولا نقول إعادة أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم، فقط الدخول إلى هذه المنطقة، فشلت فيها كل الحكومات وكل الوزراء الأمنيين الذين تعاقبوا مع هذه الحكومات منذ عام 2014 حتى اليوم. بالتالي نموذج جرف الصخر يؤكد لنا من جديد أن السلطة لا تملك من أمرها شيء، السلطة يجب أن تسير وفق ما تريده هذه الميليشيات، إن سارت كان بها وإن لم تسر فأتوقع أن يعني لدى الميليشيات الكثير من الأوراق التي يمكن لها أن يعني تحيد مثل هذه السلطات التي قد تفكر في لحظة معينة الوقوف ضد الميليشيات. الميليشيات اليوم هي الدولة، والدولة هي الميليشيات. هذا التمازج والتوافق الذي حصل، شاءت السلطة أم أبت، شاء العراقي أو لم يشاء، هذا يعني عمل عليه منذ عام 2003 حتى اليوم. مشروع الحشد الشعبي الذي جاء كيعني تنظيم عسكري للوقوف بوجه داعش بعد عام 2014، هذا الحشد الذي يعني تضخم كثيرا جدا حتى بات ربما يعني يمتلك ميزانية ضخمة جدا تفوق حتى ميزانية وزارة الدفاع أو أي وزارة أخرى في العراق، الذي يمتلك إلى الآن وفق الأرقام المعلنة أكثر من 150 ألف مقاتل. هذا الحشد اليوم يضم يعني بين صفوفه ميليشيات تعلن ليل نهار ولاءها للخارج ولاءها لطهران. هل يعقل أن هذه الميليشيات يمكن في لحظة معينة أن تتصرف تصرفا عراقيا يتناسب مع ما تطلبه المرحلة؟ بالتأكيد لا. هل يعقل أن هذه الميليشيات يمكن أن تسكت على سلطة في لحظة معينة تريد أن تحصر السلاح بيد الدولة؟ بالتأكيد لا. بالتالي هذه السلطة الموجودة اليوم في المنطقة الخضراء في بغداد هي تدرك جيدا أنها سلطة كإطار لا أكثر ولا أقل، وأن المتحكم الفعلي بمجمل العملية السياسية والأمنية والعسكرية في العراق هي الميليشيات. لا تقوى السلطة على الوقوف بوجه هذه الميليشيات. إذا ما قررت الميليشيات في لحظة معينة تهجير مناطق حزام بغداد فإنها ستجد ربما أكثر من ذريعة لذلك. لكن يبقى السؤال الأهم، هل يمكن أن تتكرر تجربة جرف الصخر؟ أنا بتقديري هذا الموضوع. أشكرك. نعم. دكتور ثامر علواني، أيضا بالعودة إلى بيان هيئة علماء المسلمين، جاء في البيان أنه مصادرة أراضي اللطيفية وطبعا مناطق حزام بغداد جريمة تطهير عرقي تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية، هذا اتهام خطير، هل من توضيح أكثر؟ نعم أخي الكريم، جريمة تهجير أهل لطيفية بيوتهم وممتلكاتهم وأرضهم وتركهم في العراء هي جريمة طبعا ضد الإنسانية، وتحديدا هي جريمة تدخل ضمن جريمة التطهير العرقي. نعم. وبيان هيئة علماء المسلمين أكد على ذلك، لأن القانون الدولي المتفق عليه عالميا تعرف جريمة التطهير العرقي بأنها استهداف مجموعة سياسية أو دينية أو غيرها، استهداف مجموعة لمجموعة أخرى والقضاء عليها مجموعة معينة والقضاء عليها سواء بالمكان سواء بأي وسيلة أخرى تخرجها عن المكان الذي هي فيه. والفرق بين التطهير العرقي وبين الإبادة الجماعية
أن الإبادة الجماعية هي ممارسة القتل مباشرة، والتطهير العرقي هو استخدام وسائل غير القتل، ومن أهمها هو التهجير واغتصاب ممتلكات الناس. الجديد في الموضوع حتى نسلط الضوء عليه، هو يوجد تهجير كثير سواء في جرف الصخر صار 6 سنوات، عزيز بلد، في سامراء، في حتى في سنجار اللي هم يزيدية. الجديد في المحاولة أن الحكومة والميليشيات أصبحت تغتصب وتسلب وتنهب وتقتل باسم الحكومة، يصدرون قانون غير شرعي غير أخلاقي ثم ينفذون ما خططوا له بغطاء حكومي مقيت. طبعا هذه الأمور لا تنطلي على الشعب العراقي. إذن جريمة اللطيفية نعم هي جريمة تدخل في إطار التطهير العرقي. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. تمت الإشارة إلى قضية جرف الصخر وأنه نموذج الميليشيات تعد لتعميم على بقية حزام بغداد وربما ما بعد حزام يعني بغداد، مناطق منزوعة السكان، وطبعا تصاعدت الدعوات في بعد بعض الأحداث الأمنية في الطارمية أنه إذا ما أريد الطارمية أن تهدأ وتهدأ أمنيا يجب أن يخرج السكان من الطارمية. مثل هذا المشروع الآن هل له من فرصة في النجاح في إفراغ حزام بغداد من السكان؟ الآن السلطة الآن وضعها ليس كما كانت قبل 10 سنوات، كان من الممكن أن تنفذ هكذا مشروع وتمضي الأمور. الآن وكأنه العراقيين أو أغلبهم في خندق واحد في مواجهة هذه السلطة. أستاذ ماجد، نعم السلطة الآن مو بالقوة التي تحدث عنها، لكن أيضا خلال هذه 18 سنة الكثير أكل من جرف الناس. نعم. الكثير من العوائل هجرت، يعني نموذج جرف الصخر هو مطبق، يعني لا نحتاج إلى إسقاط الآن يفكرون بإسقاط، لا هو مطبق. كثير من مناطق حزام بغداد تم تهجير أهلها وتركوا أراضيها أراضيهم الناس واتجهوا، والناس الآن في أربيل وبغير أربيل يسكنون وتركوا أراضيهم الزراعية، وعادت أرض محروقة وأرض تستغلها الميليشيات بطرق أو بأخرى. أنا قبل يعني في الإجابة السابقة كنت أتحدث عن أنه هذا النموذج اللي مطبق في العراق ومطبق في بغداد بالذات له أسبابه. أولا دعني أقول لك أنه كل العشائر المحيطة في بغداد في حزام بغداد هي من كانت ترفض بغداد بسكان بغداد، يعني كل حزام بغداد عندما تدقق في القضية سكان بغداد يعودون إلى هذه المناطق، يعني لم يأتوا من فراغ، لم يأتوا يعني عندما تعود إلى بدايات بغداد وأهل بغداد الحقيقيين ستجد أن كل هذه العشائر المحيطة في بغداد في حزام بغداد هي 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 يعني رحم العوائل التي سكنت في بغداد وكان لها أصول. فعندما فرغت بغداد، عندما جرى هذا التغيير الديمغرافي داخل بغداد، كان لابد من الذهاب إلى هذه العشائر وهذه المناطق لتفريغها أيضا. هذا جزء من عدها. الجزء الثاني أنه هذه الخطة عندما نتحدث أنها خطة خارجية وإيرانية، فعلا كذلك، لأنها خطة مطبقة بالعالم كله. يعني عندما كنت أتحدث قبل قليل أشرت إلى كتاب صدر في فرنسا في الربع الأخير من عام 2019 اسمه عمارة الثورة المضادة للجيش الفرنسي في الشمال الجزائري، ألفت مؤلفة جزائرية هي أكاديمية تعمل في يعني معمارية تعمل في جامعة كورنيل في فرنسا اسمها سامية هني. الكتاب يتحدث عن الخطط الاستراتيجية للاستيلاء على مناطق في محيط يعني العاصمة الجزائرية في حزام العاصمة الجزائرية وبناء فيها مساكن واستغلالها من قبل القوات الفرنسية لدفع أهلها بعيدا إلى الصحاري وإلى مناطق أخرى. هذا الشيء فعل الجيش الأمريكي في فيتنام نفس الشيء وخلى أسوار شائكة وبعد أهل المناطق. الجيش الإيطالي في ليبيا فعل نفس الشيء. هذه التجربة مطبقة في كثير، لكن عندنا القضية مركبة. إذا كانت هذه قوى أجنبية وقوات احتلال أجنبية، نحن لدينا قوى داخلية تسمي نفسها عراقية وولاها إلى الخارج وولاها إلى إيران. فالتطبيقات تطبيقات أكثر تعقيدا وأكثر إجراما وأكثر قسوة.
في جرف الصخر مطبقة الآن في مناطق الطارمية وفي مناطق أبو غريب، في مناطق كثيرة مطبقة، وطبقت في المدائن وطبقت في اليوسفية وغيرها، هذه كلها مطبقة الآن. عندما تهجر هي النموذج شنو تطبيقه؟ أنت تهجر أهله وتستولي على الأراضي، شو تريد تسوي بيها؟ أي مشروع تسوي بيها؟ ما عاد فيها أهلها، وأنت لا تستطيع. اللي يميز جرف الصخر أنه منطقة محرمة على الآخرين، وهم يستطيعون أن يحرموا مناطق كثيرة من بغداد، حزام بغداد، على الآخرين في لحظة من اللحظات. لذلك أنا لا أقول أن السلطة ضعفت بهذا الشكل، لأن الميليشيات تغولت، الميليشيات لم تكن بهذا العدد، ولم تكن بهذه الجرأة، ولم تكن بهذه القوة، وهذا الدعم الإيراني بهذا الشكل منذ سنوات قليلة. الآن هي قوة حاكمة للعراق، وفعلا مثل ما أشار الأستاذ أياد، هي الحاكم الفعلي للعراق. لذلك هذه الميليشيات هي من يطبق هذه الخطة، تغيير ديموغرافي، استيلاء اقتصادي، استيلاء سياسي، ضبط الوضع باتجاه استمرار حكمهم للعراق بهذه الطريقة. نعم. أيضا في نفس النقطة أستاذ أياد، قضية جرف الصخر الحقيقة جرت عملية الاستيلاء عليها وتهجير سكانها في يعني نقطة حرجة، ظرف حرج جدا، قضية داعش وطبعا ما ارتبط بقضية داعش، والسلطة كانت أقوى من الآن. الآن لو أرادت أن تطبق هذا النموذج باللطيفية أو الطارمية أو التاجي أو غيرها من المناطق الأخرى، هل تعتقد هناك فرصة لنجاح هذه المرة كما نجحت في جرف الصخر باعتقادك؟ يعني أنا تقديري ما جرى في جرف الصخر حالة نادرة ربما. نعم. نادرة من أي ناحية؟ هي يعني لم تكن عملية تهجير سكان وإحلال سكان آخرين محلهم. جرف الصخر تحولت إلى قاعدة عسكرية إيرانية تديرها ميليشيات ومستشارين من الحرس الثوري الإيراني. بالتالي هي كان هناك حاجة إيرانية بحتة لوجود منطقة مجاورة لبغداد يعني تتحول إلى قاعدة بشكل يعني سري، ولكنه سري حد العلنية كما يمكن أن نطلق عليه. لهذا أنا لا أعتقد أن هناك حاجة إيرانية اليوم يعني تكرار تجربة جرف الصخر في مناطق أخرى من حزام بغداد. أما عملية التهجير والتغيير فأعتقد أنها يعني قائمة على قدم وساق، قد لا تأخذ مدايات إعلامية كبيرة جدا، لأنه في كثير من الأحيان تتم عملية التهجير بأساليب ربما يعني سواء من أساليب اغتيال أو أساليب تهديد أو حتى يعني القصف بالهاونات أو عملية حرق المحاصيل الزراعية، وهذا الأمر ممتد يعني كما تفضل الدكتور ثامر حتى في سنجار، في كركوك، في يعني هناك اليوم عملية إحلال تجري بهدوء، لا يعني لا تثير الكثير من الضجة، ليس خوفا من أحد، ولكنهم يعني لا يبدو أنهم باتوا في عجلة من أمرهم. الكثير ربما من الأهداف تحققت لهم. ما جرى في جرف الصخر أنا تقديري لا يعني ليس بحاجة إلى تكراره في منطقة معينة. هناك اليوم هل تتوقع أستاذ أياد قضية هذا المشروع الذي الآن ينصب على حزام بغداد أيضا من الممكن أن يتجاوز حزام بغداد إلى محافظات أخرى يعني المحيطة ببغداد، التي أبعد من المحيطة ببغداد؟ يا سيد الكريم، القصة قصة مصلحة بالدرجة الأولى. أنا أشرت الآن إلى موضوع النخاب، والنخاب اليوم يجري فيه مخطط، حقيقة مخطط رهيب جدا، عملية اقتطاع النخاب وضمها إلى محافظة كربلاء إداريا ربما فشلت، ولكن على أرض الواقع هناك اليوم وجود ضخم جدا للميليشيات الولائية. بالتالي عملية الاستيلاء على مناطق وعملية التحكم بمناطق يعني هذا الأمر قائم على قدم وساق. هناك الكثير من المناطق اليوم، عندك على سبيل المثال بحيرة الثرثار، هذا ملف شائك ومعقد جدا. عندك في بعض المناطق في كركوك أيضا تجري عملية يعني زرع سكان حقيقة يعني ليسوا من بيئة هذه المنطقة. بالتالي أتوقع أن المشروع قائم، لكن الأخطر من هذه المشاريع بالإضافة لعملية التغيير الديموغرافي هي عملية يعني استمكان ميليشيات ولائية وربما يعني بدعم واضح وصريح من حرس الثور الإيراني لمناطق داخل العراق وتحويلها إلى معسكرات مغلقة. ما يجري اليوم في النخيب، ما يجري اليوم في صحراء السماوة، أتوقع أيضا واحد من الملفات المعقدة جدا. هناك اليوم باتت يعني وجود لقواعد عسكرية إيرانية
تديرها الميليشيات في داخل الأراضي العراقية، وهذه الميليشيات تهدد ليل نهار الجيران العراقي. شاهدنا الكثير ليس من فقط التصريحات تهديد، وإنما جرت هناك عمليات يعني بالضبط الحقيقة قصف لداخل السعودية، وهناك 140 ألف أو 140 صاروخ تنشرها الميليشيات على طول الحدود السعودية العراقية. أشكرك دكتور ثامر العلواني. أيضا في بيان الهيئة نبهتم إلى خطورة أو مخاطر قانونية وإجرائية من هذا الإجراء الذي يجري في اللطيفية أو في حزام بغداد، ما هي هذه المخاطر القانونية والإجرائية؟ حقيقة أخي الكريم، أولا المخاطر أنك تدخل يعني الحكومة والميليشيات تحاول أن تخلق عدو وهمي من أجل صرف الأنظار عن العدو الحقيقي، بمعنى أن العدو الحقيقي للعراقيين منذ احتلاله هو القوات الأمريكية المحتلة والتغول الإيراني السافر عن طريق أدوات وميليشياته بالعراق، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الأمني أو الاقتصادي أو العسكري. والأستاذ أياد الآن أشار إلى معلومات خطيرة، وإن كانت هي معلومة لكن التأكيد عليها وبثها في الإعلام أمر واجب، لأن المعلومات التي ذكرها تعني أن هناك مشروع إيراني بجعل المحافظات العراقية معسكرات في كل محافظة عراقية وفي كل منطقة مؤثرة، هناك معسكرات للتواجد الإيراني بشكل مباشر أو غير مباشر. الميليشيات وأحزاب السلطة تحاول إثارة الفتنة بين أبناء الشعب وإشغالهم من خلال هذه الأمور، زرع الفتنة لتحمي المصالح الأمريكية والإيرانية، وهذا ما حصل في حكومة إياد علاوي، ما حصل في حكومة الجعفري، ما حصل أيضا في حكومة المالكي. ثانيا، من يحكمون العراق أغلبهم أصحاب نفوس مريضة، ولذلك هم إلى الآن وبعد مرور 18 سنة على حكمهم وعلى احتلال العراق لم يفهموا أن البلاد لا يمكن أن تحكم أو تقاد بالعقلية الطائفية العرقية، ولذلك هيئة علماء المسلمين رفضت هذه العملية السياسية منذ اللحظة الأولى، لأنها تعلم أن من يتسلط على رقاب العراقيين هم أناس طائفيون لا يمكن أن يقودوا العراق إلى بر الأمان. هم يحقدون على كل المكونات العراقية، بالمناسبة هم لا يريدون أن يأتوا، أكون صريحين، بفقراء شيعة ويسكنونهم في هذه المناطق، لا، هم يريدون أن يأتوا بميليشيات، بعناصر ميليشياوية تستحوذ على هذه المناطق كما ذكرت سالفا خدمة للمشروع الإيراني. هم الآن يحقدون على المسيح، ولذلك اغتصبوا البيوت والممتلكات المسيحية، يحقدون على اليزيدية، لذلك هجروهم من سنجار وأهدوا سنجار للحزب العمال الكردستاني التركي البككة، يحقدون على الأكراد، ولذلك المشاكل لن تنتهي بين الطرفين، والتهديدات متواصلة، قطع الرواتب متواصل، يحقدون على العرب الذين لا يوالون إيران ويرفضون التبعية لإيران، ولذلك القتل والتهجير والحملات العسكرية مستمرة ولن تنتهي منذ بدأ الاحتلال وإلى يومنا هذا. ولذلك أنا أقول إن تهجير ما يقارب من 2000 عائلة من مناطق حزام بغداد البعيدة من اللطيفية هو يأتي حقيقة في التغيير الديموغرافي الذي أكدت عليه الهيئة، وأيضا أن هؤلاء أين سيذهبون، أين سيعيشون، إلى أي عراء سينبذون، هل سيتشردون في المخيمات أم في المحافظات الأخرى، أين من أين سيأكلون ويشربون. ولذلك فالمخاطر كثيرة، المخاطر اجتماعية، ويبدو السلطة المخاطر غير معنية بما سيؤول إليه هؤلاء المرحلون أو المطرودون. أشكرك دكتور ثامر، أشكرك، شكرا لضيوفنا في حلقة الليلة من طاولة حوار التي بحثت في الوضع في حزام بغداد على ضوء ما جرى في لطيفية من قرار حكومي بمصادرة 150 ألف دونم. لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والأستاذ أياد الدليمي الكاتب الصحفي العراقي، والدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، الذين كانوا معنا عبر سكايب. وأشكر المشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.